بالنسبة للتأهيل تأهيل المؤسسة شهر قبل عملية الامتحانات تم تأهيل المؤسسة على مستوى السنة على مستوى الأقسام والقاعات والنظافة، وتم احترام جميع التدابير المرتبطة بكوفيد، لأن من نظافة وتعقيم. بهذه المناسبة كنشكروا حتى الجماعة اللي ساهمت معنا والجمعيات الآباء اللي ساهمت معنا في إعداد وتأهيل المؤسسة وتأهيل المركز باش يستقبل المترشحين الأحرار والرسميين. تم احترام التدابير المرتبطة بالغش من قوانين مرتبطة بالغش. كاين واحد العملية ديال التوعية عبر تيمز، توعية في الواتساب وعبر التواصل الاجتماعي. جميع التلاميذ المترشحين تخبروا بأن تذكيرا بأن عملية الغش مرفوضة، وحاليا الآن كما تلاحظون يتم تجريد المترشح من جميع المستلزمات إلا القلم باش كيكتب. أنت تلاحظ هذه الأمور هذا مع المترشحين الآن قبل ما يدخلوا المركز. فهذه التدابير كلها في احترام تام للتدابير الوقائية، وكذلك أن العملية ديال 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 الغش مرتبطة بداخل حتى في القاعة، داخل القاعة هناك شعارات وهناك قوانين كما هو مصدر في كل حصة في كل قاعة، داخل كل قاعة تذكر المترشح بأنه يجب أن يلتزم بالتدابير القانونية ويحترم القانون ويدوز الامتحان ديالو في هناء وتام مع احترام والابتعاد عن هذه العملية ديال الغش.